طيب اليوم إن شاء الله بدنا نبدأ بالجريديانت ديسنت الجوريثم. حقيقة الخوارزمية هذه مبنية على الكالكولاس أو على التفاضل تحديدا، تمام؟ فالبيزك جريديانت الجوريثم هو عبارة عن approximate and iterative method للماثماتيكال اوبتمايزيشن. طبعا انا بدي اعمل اوبتمايزيشن بشكل ماثماتيكال، تمام؟ فممكن انا استخدم الجريديانت ديسنت الجوريثم. معناه كجريد يعني معنى الجريديانت ديسنت تحديدا معناها الهبوط التنازلي انه انت بدك تحسب الاتجاه الاشد انحدار، ديسنت انه شديد، تمام؟ جريدينت انه يكون في عندك انحدار شديد. معنى ذلك انه انت بدك تنزل لادنى منطقه باقصى سرعه، تنزل باقصى منطقه، لادنى منطقه باقصى سرعه. ادنى منطقه ايش بتمثل؟ انا عندي بتمثل انا عندي المينيموم لاي ديفرنشبل فانكشن، تمام؟ طبعا الفانكشن هذه ممكن انا اعتبرها انه هي داله الايرور، فعشان هيك انه انا بدي اوجد اقل ايرور. فكيف ممكن انا اوجد اقل ايرور؟ فممكن انا استخدم الجريديانت ديسنت الجوريثم، تمام؟ طبعا حتوضح معانا الامور اكثر يعني، لانه حيتم الشرح هذا الكلام. هجيت على الرغم من انه الجريديانت ديسنت الجوريثم ممكن انه هو يعلق في اللوكال مينيموم او حتى السادل بوينت، تمام، بدل ما انه هو يوجد جلوبال مينيموم، ولكن انه هو مستخدم على نطاق واسع. وعشان تكون عارف ايش معنات يعني انه يكون في عندك لوكال مينيموم وجلوبال مينيموم، هي الجلوبال مينيموم. جلوبال مينيموم معناها انه انت عندك ادنى نقطة في الدالة، تمام؟ انت في عندك دالة، تمام؟ انا بدي اوجد ادنى يعني ادنى نقطة في الدالة، فبالتالي انا بسميها جلوبال مينيموم. عشان هيك انه هي سميتها جلوبال لانه هي ادنى نقطة. في نقاط انا عندي تانية منخفضة، ولكن يعني هذه النقطة انه يعني في انحدار هنا، وهذه ادنى نقطة لانه برجع يرتفع تاني، لكن هذه النقطة بسميها لوكال مينيموم. ليش؟ لانه في وحدة تانية اعلى من ادنى منها، في وحدة تانية ادنى منها. فانت بدك تتخيله انه هذه الدالة بتمثل انا عندي دالة الايرور، تمام؟ فانت بدك توجد معادلة او عفوا بدك توجد النقطة في الدالة هذه اللي إلها أدنى قيمة. الدالة اللي إلها أدنى أو النقطة اللي إلها أدنى قيمة بتمثل أنت عندك يعني أقل إيرور، وهذا اللي إحنا بدنا إياه. لأنه أنت يعني في خوارزميات كثيرة إنه زي ما شفنا في الريجريشن إنه أنت بدك تجيب معادلة الخط اللي بتجيب لك أقل إيرور اللي هي ليست سكوير، إنه أنت بدك توجد الكوفيشنت. هنا نفس المبدأ، فأنت بدنا نجيب يعني الكوفيشنت اللي بده يكون فيه لها ادنى قيم او ادنى ايرور. ممكن استخدمها في الريجريشن، تمام، في الكلاسيفيكيشن على حسب الخوارزميه. صحيح، يعني اي خوارزميه تعمل مينيمايز للايرور ممكن انت تستخدم الجريديانت ديسنت كاوبتمايزيشن ميثود. لا يعني انت عندك على سبيل المثال النايف بايس ما بيعمل مينيمايزيشن للايرور، يعني هو بدور على يعني بحسب البروبابيليتي تبعت الفيتشرز وبشوف انه مين اللي له، مين التارجت اللي له اعلى بروبابيليتي. زي ما شفنا في المثال انا عندي يس ونو، بشوف البروبابيليتي تبعت اليس والبروبابيليتي تبعت النو الاعلى، بعتبرها انه هي الكلاس، ما بيعمل مينيمايز للايرور. كيف؟ اتريشنز لا،
نايف بايس لا، هذه فيها ايتريشن. نايف بايس لا. عندك الديسيجن تري، ديسيجن تري المبدا تبعها مختلف، لانه انا انت يعني انا ردا على سؤالك انه انت هل بينفع ان انا استخدمها في كل الخوارزميات، بقول لك لا، اي خوارزميه فيها مينيمايز للايرور ممكن تستخدم فيها الجريدينت ديسنت، اما خوارزميات ثانيه ما بتستخدم فيها مينيمايزيشن للايرور ما بينفع ان انت تستخدم فيها الجريدينت ديسنت. فانا بضرب لك امثله زي ايش خوارزميات ما بتستخدم فيها مينيمايزيشن للايرور، زي نايف بايس وزي الديسيجن تري. ديسيجن تري مبنيه على اساس انه انت بتختار الاتريبيوت اللي انت بدك تعمل سبليت على اساسه، انه انت بدك تعتبر انه يعني انه هذا الاتريبيوت انه انا بدي اقسم على اساسه، بدي افرع على اساسه، فبالتالي انه الخوارزميه مبنيه على اساس اختيار افضل اتريبيوت وليس مينيمايزيشن للايرور، فبالتالي انت ما بينفع انه تستخدم الجريدينت ديسنت وهكذا يعني. فانت بدك تفكر في الموضوع، اي خوارزميه فيها مينيمايزيشن للايرور ممكن تستخدم فيها الجريدينت، زي الريجريشن، زي النيورال نتورك. لا اللوجيستيك ريجريشن انه ممكن انه انت تستخدم فيه، والريجريشن اللينير ريجريشن احنا استخدمنا المره اللي فاتت انه طريقه الليست سكويرد ايرورز عشان انه انا اوجد الكوفيشن. في المره هذه هستخدم الجريدينت وحصل تقريبا لنفس النتيجه لنفس الكوفيشن. صحيح، مش حساب الايرور، ايجاد اقل ايرور، هي اوبتمايزيشن لايجاد يعني اقل ايرور. تمام، وين ها هذه، بس انه مجرد عشان انه انت يعني هذه الدالة ممكن تكون من الدرجه الثالثه او الرابعه، بس عشان تورجي لك انه انت عندك في المنحنى تبعك ممكن يكون في عندك اكثر من نقطه، في منها ممكن يكون لوكال، يعني انت عندك الجلوبال ماكسيموم انه هي اعلى نقطه في الداله، لوكال ماكسيموم انه انت بتكون في عندك نقطه بيكون فيها السلوب صفر ولكن هي مش اعلى نقطه في الداله. تمام، ولانه انت بيكون في انت عندك هنا زياده 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 في قيمه الداله الاف اكس، تمام، وبعدين برجع بنخفض ثاني، فعشان هيك انه بسميها ماكسيموم انه بيكون في قمه هنا، لكن هذه مش اعلى قمه. وين اعلى قمه؟ هيها موجوده هنا، تمام، بده يكون بهذا الشكل. ونفس الشيء بالنسبه للمينيموم، مين انت عندك ادنى نقطه؟ انت عندك هذه ادنى نقطه، في يعني نقاط تانية منخفضة، في نقاط تانية منخفضة في الدالة. شو معنات نقاط منخفضة؟ انه انت عندك هنا في هدول الاتجاهين انه انت في عندك هنا انحدار وهنا انحدار، واحنا هذا اللي بدنا اياه، هذه الطريقة مبنية انه على جريدينت، يعني انا بدي اروح في الاتجاه اللي فيه انحدار، لانه الاتجاه اللي فيه انحدار انه انا نهاية هذا الطريق انه هو راح يؤدي لي ل يعني اخفض نقطة في الدالة، وهو المطلوب بدنا نحدد هذه النقطة لانه هي بتمثل انا عندي اقل ايرور. صحيح، ممكن يكون انه استكت، لكن في عندك طرق انه انت عشان تتخلص من انه انت تكون عالق في الجلوبال ماكسيموم، في الجلوبال، في اللوكال مينيموم، انه انت تعلق في النقطة هذه، في طرق انه احنا نتخلص منها، هنشوف كيف. ليرنينج ريت بالضبط، اهو هنا حنحكي على الموضوع انه راح نشوف تأثير ليرنينج ريت وكيف ممكن انه هو يؤدي انه انا اعلق في النقطة هذه ولا لا، عشان هيك انت في عندك انه اختياره بيكون بالاضافة لعدد الاتريشنز بطبيعة الحال، ممكن انه هو اختياره انه تختاره بطريقة مناسبة، يعني هنشوف كيف ممكن ما احنا نختاره. طبعا الطريقة بتختار للترايل والايرور، يعني معنى ذلك انه انت بدك تجرب عدة مرات، ولكن انه في معايير لاختياره. تمام، طيب هنا تأكيدا على الكلام مرة تانية انه الماشين ليرنينج ميثود عادة بتستخدم او بتطبق داخليا فيها انه طرق انه عشان تعمل اوبتمايز للباراميترز، الاوبتمايزيشن للباراميتر بحيث انه هي تقلل الايرور قدر الامكان. تمام، فاي خوارزميه
بينطبق عليها هذا الكلام، ممكن نستخدم فيها الجريديانت ديسنت. يعني على سبيل المثال للنيورال نيتوركس، المطلوب منها انه هي بدها توجد الويت تمام باستخدام الجريديانت ديسنت، ايش هي افضل الويت اللي بتؤدي لاقل ايرور. يبقى هنا في النيورال نيتورك الاوبجيكتيف انه انا اوجد اقل ويت بيؤدي، عفوا بدي اوجد الويت اللي بيؤدي لاقل ايرور، اوجد الويت اللي بيؤدي لاقل ايرور تمام. طيب بدي اعرف حاجه اسمها كوست فانكشن تمام، او الجول تبع الاوبتمايزيشن، وتسمى كذلك اللوس فانكشن. ايش اللوس فانكشن؟ حتمر عليك كتير في التنسور فلو ان شاء الله لما تاخذها الفصل الجاي، انه انت بدك تعرف يعني هي داله الايرور، بده يكون في عندك هذه الداله داله اللوس تمام، وانت حتشوف انه هو قاعد بيتعلم انه يفترض انه الايرور قاعد بيقل، كل ما يكون في عندك iterations اكثر يفترض انه الايرور انت عندك بيقل تمام. يبقى الايرور هذا لازم انه نعمل له مينيمايزيشن تمام او ماكسمايزيشن في بعض الحالات، يعني لانه انت في على حسب التطبيق. احنا هنا في الماشين ليرنينج انه احنا بدنا نوجد اقل ايرور، بدنا نوجد الباراميترز اللي بتؤدي لاقل ايرور. في بعض البيزنس ابلكيشنز الثانيه انه انت مثلا بدك تجيب لي الكومباينيشن تبعت الباراميترز اللي بتؤدي لزياده الانتاج مثلا او زياده الارباح، فهذه بنسميها ماكسمايزيشن بروبلم. فمرات انه انت بتحتاج لزياده على حسب البيزنس ابلكيشن، زي ما حكينا انه انت بدك تزيد جوده المنتج، او بدك تزيد يعني انه انت بدك تزيد بقيود معينه، انه انت بدك افضل جوده باقل سعر، فبالتالي انه بده يصير في عندك كومباينيشن ايش هي البارامترز اللي بتؤدي لهذه التوليفه تمام. طبعا هنا بده يكون في عندك decision variables هي اللي بدها تتحدد القيم تبعتها او الكوفيشنس تبعتها على يعني بشكل يعني ادق، عشان انه تؤدي انه نعمل minimization او maximization للداله تمام. زي ما حكينا انه العديد من الماشين ليرنينج الجوريثم تستخدم هذه الاوبتمايزيشن ميثود تمام. فايش ايه بدنا نعمل minimization لايش؟ للايرور، واللي هو عباره عن ايش؟ هو عباره عن حاصل الفرق بين الاكشوال والبريدكتد، زي ما شفنا في العديد من الحالات. وهنا زي ما شفنا انه زي ما حكينا انه الويتس هدول والبايس في النيورال نتورك، او الديسيجن رولز في الراندوم فورست، خوارزميه الراندوم فورست تمام، او الجريدينت بوستنج، هذه عباره عن خوارزميات ممكن انا استخدم فيها الجريدينت الجوريثم. نرجع للريجريشن، بدنا نشوف كيف ممكن احنا نعمل مينيمايزيشن للريجريشن. زي ما شفنا في الريجريشن انا عندي الاكس مكونه من مجموعه من الفيتشرز اكس 1 اكس 2 لغايه اكس ار، والاوتبوت انا عندي الواي تمام. فبدنا نجيب موديل انه يعمل ماب للاكس للبريدكتد ريسبونس اللي هو الاف اكس تمام، وبده يكون قريب قدر الامكان للواي. فبالتالي انه احنا بدنا نحاول انه احنا نوجد الكوفيشنتس اللي بتؤدي لاقل ايرورز. فبالتالي انه هنا الديفرنس انه احنا بحكي يعني كنا نسميه اللي هو ريزيديوال، اللي يعني انا عندي هنا في الريجريشن لاين انه هذا اللاين تمام، وهذه النقطة أنا عندي الأكشوال بوينت، فبالتالي الخط هذا أنا بسميه الإيرور أو الريزيديوال. فبالتالي إنه إحنا بدنا نقلل الريزيديوال قدر الإمكان. زي ما شفنا المرة الماضية إنه إحنا استخدمنا الـ SSR اللي هو Sum of Squared Residuals عشان إنه إحنا نعمل مينيمايزيشن تمام. فممكن إنه إحنا نستخدم الـ Gradient Descent Algorithm عشان نوجد هذه الكوفيشنت بدل السم اوف سكويرد ايرور، يعني بهذه الطريقه حنشوف كيف. تمام. طب في الكلاسيفيكيشن ممكن استخدمها في الكلاسيفيكيشن؟ يجي هنا المثال انه احنا شفناها في الريجريشن،
يبقى في هنا عندي ايرور في الريجريشن، ما شفنا ايش هو الايرور في الريجريشن. اما هنا في الكلاسيفيكيشن عادة الواي انا عندي بيكون كاتيجوريكال، يا اما صفر او واحد، او بيكون صفر واحد اثنين ثلاثة اذا كان انا عندي مالتيبل كلاسز. يعني على سبيل المثال بدي اعمل بريدكت للايميل هذا انه هو سبام ولا مش سبام، فبالتالي هي عبارة عن باينري كلاسيفيكيشن. فبالتالي هنا بدي ازود، انا عندي حاجة اسمها الكروس انتروبي فانكشن، فبالتالي انا بدي ازود الاتش. انا عندي هنا انه الاكسبكتيشن للبريدكشن للتارجت كاتيجوري انا عندي، تمام، اللي هي بتساوي عبارة عن ماينس سميشن انه الواي لوج بي اكس زائد واحد ماينس واي. لاحظ انه انت عندك هنا هذا عبارة عن البريدكشن تبع الكلاس، وهنا واحد ماينس اللي هو الكلاس الثاني اللي هو الواحد ماينس واي، تمام، بهذا الشكل. لانه انت عندك هنا واحد ماينس البروبابيليتي تبعت الاكس اي هي عبارة عن البروبابيليتي تبعت الكلاس الثاني. في اللوجيستيك ريجريشن برضه نفس الفكرة، انه احنا شفنا انه انا عندي دالة البي اكس بهذا الشكل، تمام، ودالة الاف اكس هيها، انا بدي اوجد هدول الكوفيشنز، فبالتالي انه انا بدي اوجد الويتس هدول اللي هو بي 0 بي 1 لغاية البي ار اللي راح تعمل لي مينيمايز للكروس انتروبي فانكشن. كروس انتروبي فانكشن انه بيكون في عندي اكثر من كلاس، تمام. طيب بدنا نشوف كيف بدنا نستخدم الكالكولاس في الجريدينت. طبعا في الكالكولاس الديريفاتيف لدالة معينة بيورجي انه قديش مقدار تغير الدالة. يبقى التفاضل في الدالة، ايش معنى التفاضل؟ ومقدار التغير في الدالة بسلوب، تمام. فبالتالي لما يكون انا عندي الديريفاتيف انا عندي زيرو، تمام، ممكن انه انا تكون النقطة هذه يا اما مينيموم او ماكسيموم او حتى سادل بوينت، مينيموم او ماكسيموم او سادل بوينت. عشان تكون عارف ايش هي السادل بوينت طلع لي على الرسمه هذه، تمام، هذه عباره عن ماكسيموم، هذه لوكال ماكسيموم، تمام، وهذه انا عندي لوكال مينيموم، لانه انت عندك الداله هذه في لها كماله، يعني احنا ما بنطلعش هنا على 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 الرسمه، تمام. السادل بوينت اللي هي بتكون عبارة عن منطقة سيرج، بيكون انت في عندك، يعني انت لاحظ انت عندك هنا انه انت عندك زيادة في التغير في الدالة، وبعدين بيكون في انت عندك انخفاض، وهنا انت عندك زيادة حادة وبعدين انخفاض. في السادل بوينت انت بيكون في عندك نوعا ما انه السلوب خفيف انت عندك، او مقدار التغير خفيف جدا، فعشان هيك انه هي تسمى هذه النقطة منطقة السيرج او السادل بوينت، تمام. في هذه النقاط بيكون انا عندي ديريفاتيف زيرو، لانه هو بيكون عبارة عن انه الميل تبع هذا الخط صفر، الميل تبع هذا الخط صفر، الميل تبع هذا الخط صفر، تمام. وكأنه احنا بدنا نوجد النقاط اللي بيكون في عندها السلوب بيساوي زيرو، تمام. هذه هي النقاط اللي انا بدي ادور عليها. يبقى انا عندي هنا الجريدينت لفانكشن، الفانكشن هذه سي لسيفرال اندبندنت فاريبلز في 1 في 2 لغايه في ار، تمام. ممكن انا اسميه اعمل له، يعني استخدم النوتيشن هذه، النوتيشن هذه اللي هي نابلا هاي، تمام، نابلا تبعت ال في 1 في 2 لغايه ال في ار، هي عباره عن يمكن تعريفها انه هي عباره عن الفيكتور فانكشن ل
للبارشال ديريفاتيف. معنى ذلك ان انا بعمل، بما انه هدول اندبندنت بعملهم بارشال ديريفاتيف، معنى ذلك ان انا كل مره بعمل تفاضل بالنسبه لمتغير دونا عن المتغيرات الثانيه. تمام. يبقى لما يكون في عندي نون زيرو فاليو للجريديانت، معنى ذلك انه النقطة هذه رايحة باتجاه يعني دايركشن والريت للفاستست انكريس للسي نفسها. تمام. طبعا انكريس او ديكريس بطبيعة الحال. تمام. إذا احنا بدنا يعني نشتغل على الجريديانت ديسنت، معنى ذلك انه احنا انترستد باتجاه الفاستست ديكريس ديكريس فانكشن كوست، فعشان هيك احنا بنشتغل على النيجاتيف جريديانت. طيب عشان انت تفهم يعني آلية عمل الخوارزمية، تخيل انه انت في عندك باول زبدية، زبدية من الستانلس عشان تسحل فيها قطرة المياه يعني بسهولة، يعني مش زبدية فخار، وعملت دروب لقطرة مياه على أحد جانبي يعني على أحد يعني جوانب الباول هذه، فبالتالي قطرة المياه هذه إيش راح يصير فيها؟ راح تصير باتجاه سريع لأخفض منطقة موجودة أنت عندك في الزبدية الستانلس، صح؟ هذه هي آلية عمل الجريديان ديسنت ألجوريثم، إنه هو بده يوجد الاتجاه اللي بيؤدي لأخفض منطقة في الدالة، لأنه هو في عنده خيارات. أنت تخيل إحنا يعني أنا ضربت لك المثال هذا في الـ 3 dimensional space، الباول هذه او الزبديه هذه، هذا عباره عن 3 dimensional space، لكن لما يكون في عندك ان dimensional space انت في عندك عده اتجاهات ممكن انه انا اتحرك فيها. انا موجود حاليا في النقطه هذه، الانيشال ويتس انا عندي في النيورال نتورك مثلا على سبيل المثال، انا موجود في النقطه هذه، بدي اروح ل نقطة بيكون فيها الايرور اقل ما يمكن، هذه النقطة بتؤدي لايرور معين، انا بدي اقلله، فعندي احتمال اروح هيك اروح هيك اروح هيك. فانا وين بدي اروح؟ بدي اروح باتجاه اللي بيؤدي، الاتجاه اللي فيه هو اللي فيه انحدار، الاتجاه اللي فيه انحدار. تمام. ما بدكش تروح في اتجاه انه فيه صعود، ليش؟ لانه الاتجاه اللي فيه انحدار هو اللي بيؤدي لاقل ايرور. هي مبدا الجريديان ديسنت الجوريثم. بس انت بالنسبه لإلك شغله هذه بديهيه جدا، انتويتيف. انت بالنسبه لإلك تخيل انه انا حطيتك في منطقة فيها تضاريس وقلت لك انه بديك تروح على اخفض منطقة، انت بتستخدم الهيوريستيك تبعك انه از هيومن والفتنة تبعتك تروح تطلع حواليك وتقول انه والله المنطقة هذه فيها تل، وبعدين انه هيك فيها منحنى، وانه هنا في منحنى، هذا يعني المنحنى بودي اسرع ما يمكن ل ل ل ل لاخفض نقطة انا عندي موجودة في المساحة هذه. تخيل انه انت في عندك انحدارين، بس انحدار جاي هيك على شكل هضبة بالتدريج. تمام. وفي انت عندك انحدار شديد، اي طريقة انه انت بدك تروح فيها بشكل اسرع لاخفض نقطة؟ انه انت تروح باتجاه المنحدر الشديد عشان تصل لاخفض نقطة بسرعة. فهذا هو الفكرة، انه احنا بدنا نوجد الاتجاه اللي فيه اشد انحدار عشان نصل بسرعة لأقل ايرور. مش من مصلحتي انه انا اضلني اضيع وقت واروح على طريق بعيدة. تمام. صحيح. بس انا عندي يعني في النيورال نتوركس تحديدا او حتى في الريجريشن موديل، انا عندي في الريجريشن موديل انا عندي بي 0 تمام وبي 1 وبي 2 الى اخره، وانت عندك في النيورال نتوركس تمام هدول كوفيشنتس. في النيورال نتوركس انت عندك مجموعه من الويتس، والويتس هذه انت بتمثلها بمصفوفه تمام، والمصفوفه هذه انت بتمثلها باندكس اي وجي.
تمام. فبتقول انت عندك هنا دبليو اي، يعني هنا دبليو واحد واثنين، دبليو واحد عفوا هنا واحد وواحد، هنا واحد واثنين، هنا دبليو واحد وثلاثة، وهكذا. فانت عندك هنا انه انت عندك هذه مصفوفة دبليو اي وجي، تمام. فانت بدك توجد القيم تبع هدول الدبليو اللي بتؤدي لاقل ايرور، تمام. فبده يتم تمثيل القيم انت عندك تبع هدول عباره عن كوفيشنت انا عندي في المعادله، تمام. يعني وكانه انت بدك توجد معادله، بنفعش اقول عليها معادله خط، لانه هي انت عندك هنا في ان دايمنشنال سبيس، بي 1 بي 2 بي 3 بي 0 بي 1 بي 2 بي 3، وفي الويتس هي عباره عن ماتريكس، تمام. بنفعش نقول عليها انه هي عباره عن معادله خط مستقيم، هي عباره عن معادله ل دالة معينة، تمام. بتجيب لك أقل إيرور، بالضبط، صحيح، بالضبط، تمام. أنت بدك الكوفيشنس اللي بتأدي لأقل إيرور، بالضبط. لا، حيكون في عندي دالة. كيف بدك تعوض فيها تعويض مباشر؟ ما انت المعادلة انت عندك متغيرة، هو الكيرف يعني نتيجة الطرق طب عندك دالة زي هيك يعني، تمام؟ أنت في عندك أكثر من نقطة في التفاضل تبعها، أو يعني بكون فيها السلوب زيرو، كيف بدك توجد إنه أقل إيرور؟ طيب، وإذا كانت الدالة مش ديفرنشابل؟ أنا بدي خوارزمية، يعني أنت عندك هنا يعني أنت بدك تحل المسألة رياضيا، بس أنا بدي خوارزمية، يعني بغض النظر أنا عندي على عدد الكوفيشنتس، هاي derivative rules. اوكي، derivative rules انت عندك الكونستانت انه هاي التفاضل، هذا سي التفاضل تبعه زيرو، اللاين اللي هو الاكس التفاضل تبعه واحد، الاي اكس التفاضل تبعها اي، الاكس تربيع التفاضل تبعها 2 اكس. فانت عندك مجموعه من القواعد، لكن انت لما يكون في عندك يعني variables في undimensional space والدرجه تبعتهم مختلفه والمعادله تبعتهم معقده، بتصير انه انت بدك تشتغل على خوارزمية توجد تفاضل المعادلة هذه عشان انه انت توجد اقل النقاط فيها. لكن اذا كان هذا الكلام انه مش ممكن، فايش انت بدك تسوي؟ بدك انه انت تتخيل، يعني طبعا هنا احنا بنرسم المعادلة هنا، نرسم بنمثلها انا عندي في 2D بس عشان انا اتخيلها، لكن فعليا البروبلم هي مش 2D، ان دايمنشنال. فانت كيف بدك انه انت
يعني يا اما بتحل المعادله بتعملها تفاضل، يا اما بتحاول انه انت تدور خوارزميه. الخوارزميه هذه انه هي بتحاول انه هي تحدد وين الاتجاه اللي فيه انحدار، هل هو هذا الاتجاه ام هذا الاتجاه، وين في معدل التغير انا عندي بيكون في نقصان في قيمه الداله، بحدد انه والله هذا هو الاتجاه. فشايف هي عمل قفزة هنا، حقيت مقدار القفزة هذا ايش اللي بيحددها؟ الليرنينج ريت اللي احنا حنتناقش عليه الان. تمام، طيب اوكي، انا جربت من اقل ايرور، بدي كمان خطوة روح لي في نفس الاتجاه، طالما انه هذا الاتجاه في ديكريس روح لي في نفس الاتجاه، فبروح كمان خطوة. لاحظ انه انت كل ما جربت لاقل ايرور بتقل الخطوات انت عندك بهذا الشكل. فانت بدك خوارزميه بشكل ايتريتيف انه هي تحاول انه تحدد الاتجاه اللي فيه نقصان في قيمه الداله اللي هو بيؤدي لانه اقل ايرور، يا اما انه انت بدك تحل المساله بشكل رياضي وتوجد يعني تفاضل الداله، وقد يكون انت عندك في بعض البيانات يعني انه انت بدك توجد يعني انت بدك خوارزميه جينيريك تشتغل على اي نوع من البيانات، فبالتالي انه ممكن تستخدم الجريديان ديسنت في حل المسائل هذه افضل ما انه انت تعمل اشتقاق للداله، لانه هي قد تكون معقده جدا يعني. بالضبط. 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 بالضبط صحيح. تمام، صحيح صحيح. طيب خلاص متفقين لغاية الآن. يبقى هنا بدي أبدأ أنا بـ choosing position V بتساوي V1 V2 V3. طبعا أنا عندي هنا في الـ 2D بيكون أنا عندي الـ V هذا عبارة عن X و Y أو إحداثيات X1 و X2، بلاش نقول Y لأنه الـ Y أنا عندي target. يعني هنا عندي على سبيل المثال في هاي الرسمة، تمام، بقول إنه هذه نقطة البداية، النقطة هذه قديش المقدار تبعها؟ 10 و 100 X1 و X2، هاي نقطة البداية. تمام، او على فكره هذه مش اكس وواي، مش اكس 1 واكس 2، لانه هذه عباره عن الداله السي في، وهي انا عندي قيمه، يعني يبقى هذا المتغير اللي هو الفي وهذه قيمه المتغير. فبالتالي لما تكون انت عندك اكس بتساوي او في بتساوي 10، بتكون انت موجود عندك هنا على النقطه هذه، فانت محتاج حاجه اسمها لا ستارت بوينت. انت ممكن البوينت هذه انه انت تختارها يعني بشكل اربيتراري، بشكل اعتباطي، بشكل راندوم، زي ما انت شفت في النيورال نتورك انه انت يعني انه اوكي انا بدي اوجد الويتس اللي بتجيب لي اقل ايرور. طب ايش هي اول ويت انا بدي ابدا فيها؟ بقول لك اختارها بشكل راندوم. تمام، فعشان هيك انه هو مثلها انت عندك بفيكتور. لما تكون انت عندك ان دايمنشنال ممكن تكون انت عندك هذه عباره عن ماتريكس بهذا الشكل. تمام، وبدنا نعمل تحرك بشكل اتيريتيفلي، بشكل تكراري، بالاتجاه اللي بيؤدي لاسرع نقصان في الكوست فانكشن اللي هي الايرور فانكشن اللي هي عباره عن معادله الداله او قيمه الداله. تمام، طبعا هنا انا يعني بتحرك خطوه، فبروح بعمل ابديت للموف، انا عندي لنيو بوزيشن بتحرك بمقدار معين. تمام، فبروح بعمل ابديت انا عندي للبوزيشن وبكرر هذا العمل، يعني عشان هيك انا عندي الخوارزميه هذه تكراريه. تمام، انا مش هتحرك باتجاه الاقل ايرور ستيب واحده زي هيك، لا بدي اتحرك بالتدريج. قديش مقدار الخطوه؟ مين اللي بيحددها؟ بيحددها باراميتر تاني اسمه learning rate. تمام؟ أو أنا عندي حاجة بسموها الإيتا، هذا المتغير أو هذا السيمبل بسموه الإيتا، هو عبارة عن small positive value بنسميه learning rate. فالlearning rate بيحدد قديش
الفشخة تبعتي، الخطوة تبعتي، أعمل خطوة طويلة ولا أعمل خطوة قصيرة، تمام؟ فبالتالي إنه الستيب تبعي إنه هذا عبارة عن very important step. عشان تعرف تأثيره بدنا نفرض سيناريوهين، السيناريو الأول إنه يكون صغير كتير، السيناريو الثاني إنه يكون كبير كتير. في السيناريو الأول إذا كان صغير كتير معنى ذلك إنه الألجوريثم ممكن إنه يعمل كونفيرج. إيش يعني كونفيرج هنا في هذه الحالة؟ إنه يصير تقارب لأقل نقطة، تمام، بشكل بطيء جدا. لا مش حكاية إنه هيحس، إنه هو هيتحرك باتجاه الانحدار، ولكن الخطوات تبعته صغيرة، تمام. معنى ذلك إنه هو هياخد وقت أطول. يعني انت يعني في التريننج، معنى الكلام انه انت في التريننج بدل ما تدرب مثلا النيورال نتورك تدربها مثلا 20 دقيقة، هتحتاج ان انت تدربها 3 ساعات. ليش؟ لانه الليرنينج ريت انت عندك صغير كتير، تمام. هو رايح بالاتجاه الاشد انحدار ولكن ماشي على الاول، بس خطواته صغيرة، تمام. اما إذا كان يعني هذا له مشكلة كمان، لأنه أنت عندك الخوارزمية هذه، أي خوارزمية بدك تحط لها شروط توقف، وممكن تكون أحد شروط التوقف هي إيش؟ إنه بعد عدد معين من الإيتريشن، بعد 1000 إيتريشن خلاص ستوب، لأنه مش حتضلها فور إيفر إنه هي تضلها تدور على أقل نقطة، خلاص. يا إما أنت تصل لأقل إيرور أنا أكون راضي عنه، أو إنه أنت تخلص عدد معين من الإيتريشنز بعد 100 إيتريشن، 300 إيتريشن، تمام. فممكن انه هو يخلص ال 300 ايتريشن وهو لسه يعني في نص الطريق، مش واصل لاقل نقطة انا عندي في المنحنى. لما يكون الايتا هذه لارج او الليرنينج ريت لارج، ممكن انه هو يسبب مشاكل في الكونفيرجنس، وممكن انه هو يخلي الالجوريثم يعمل دايفيرج، تمام. يعني بصير انه فلكشويت، يعني انه هو يتذبذب. خلينا نشوف حال الرسمتين هدول. هنا في هذه الحالة انه انت عندك الليرنينج ريت صغير، تمام. عفوا لا، الليرنينج ريت الصغير هيو هنا هيك، تمام. خلينا نمشي بالتدريج، لانه هذه يعني خلينا نعمل هذا الكلام كامبلمنتيشن، لانه احنا بدنا نبدا نتحول على الكود. يعني بعد ما فهمنا الاشي النظري خلينا نشوف كيف بدنا نعمل كودينج لهذا الكلام، لانه هيو بدا في الكود مباشره. كيف بدي اعمل امبلمنتيشن لهذا الكلام عشان احنا نشوف تاثيره لما يكون الليرنينج ريت صغير ولما يكون الليرنينج ريت كبير؟ كيف بدي اعمل امبلمنتيشن؟ بدي اعرف داله اسمها جريدينت ديسنت. شو بتاخد؟ جريدينت الدالة، والستارت اللي هي نقطة البداية لازم نعطي له إياها، والليرنينج ريت وعدد الإيتريشن، تمام؟ لازم أدي له عدد الإيتريشن لأنه بنفعش إنه هو يضل يشتغل فور إيفر. فالفيكتور أنا عندي اللي هو زي ما كنا نحكي هنا إنه الفي هذا، تمام، بده يبدأ بنقطة معينة، تمام، بخليه إنه بيساوي الستارت اللي هي نقطة البداية. طبعا هنا فور أندرسكور، ايش معنات الاندرسكور؟ انا عندي ان رينج ان اتريشن او الان اتر. شو معنات هذا الكلام في البايثون؟ مر عليكم بالضبط. يبقى المتغير هذا عباره عن دمي فاريبل، انه ما له اسم، ما حستخدمه. حتى لو قلت اي ممكن انه انت تستخدم فور اي ان رينج، بس فعليا انت ما راح تستخدم الاي، فممكن ان انت تحطه اندرسكور عشان تكون بريسايز اكثر، انه انت مش محتاج هذا المتغير. هنا معنى ذلك انه انت بدك تعمل هذا الكلام على حسب عدد الايتريشن المطلوبه مني، تمام. ايش بدك تسوي؟ انه الديفرنس ايش بيساوي؟ ماينس الليرنينج ريت ضرب الجريدينت تبعت الفيكتور. ايش معناته انه الجريدينت تبعت الفيكتور؟ معنى ذلك انه انت بتعوض في الداله، بتعوض في الدالة. لاحظ انه الجريدينت هذا هي عبارة عن الدالة، الدالة تبعت الايرور تبعي، تمام. طيب النقطة الجديدة، مش احنا تحركنا بمقدار معين
بمقدار ابديت معين اللي هو عباره عن حاصل ضرب الليرنينج ريت في التفاضل تبع الداله. فبالتالي انه انا عندي هنا الفيكتور بلس بتساوي الديفرنس ورجع لي الفيكتور هذا. تمام؟ الارجمنتس هي شرحناها اوريدي. تمام؟ بس لاحظ انه هو يعني بيشرح لك تفصيل هنا انه هي عباره عن يعني ممكن انه هي تاخذ تابل، ممكن تاخذ ليست، ممكن تاخذ يعني نمباي اري. تمام؟ احنا حنشتغل على النمباي اري. الكود الاول نعم هذا جزء من الداله الاصليه مش لكن اللي بحث عن لا ببحث على بالضبط الاتجاه، ببحث على التغير اللي فيه اشد انحدار او اسرع نقصان في الداله، في الاتجاه اللي فيه اسرع نقصان في الداله. ما نحن لما حمرر تفاضل الداله زي ما حنشوف في المثال، انا اللي حفاضل الداله. طيب هنا ايش سوى؟ بس انه ضاف ترمينيشن كريتيريون. ايش هو ترمينيشن كريتيريون؟ تمام؟ هنا بقول لك انه التوليرانس ايش يعني هنا هذا عباره عن ديفولت فاريبل، انه باي ديفولت انه 50 اتريشن، وهنا التوليرانس انه 1 في 10 اس ماينس 6. معنى هذا الكلام انه بقول لك انه اذا كان انه الان بي دوت اول، ايش يعني اول؟ انه كل القيم انه بتحقق الشرط. ايش هو الشرط؟ انه يكون الابسوليوت ديفرنس اقل من او تساوي التوليرانس. اذا كان الفرق اقل من التوليرانس معنى ذلك انه مقدار التغير ضئيل جدا، وفي هذه الحاله ايش راح اسوي؟ ستوب. لانه انت تخيل حالك انه انت موجود في المنطقه هذه. تمام؟ المنطقه هذه مقدار التغير اللي انت بتعمله ضئيل جدا، فبالتالي انه انت خلاص ممكن انه انت تقرر انه انت تعمل ستوب اذا كان انه انت خلصت التوليرنس هذا. تمام؟ وهي بتعمل ابديت للنقطه الجديده بهذا الشكل وبترجع الفيكتور. هذا شرح لهذا الكلام. اي نم باي اول معنى ذلك انه انت كل عنصر فعلا انت عندك لازم يحقق الشرط. طيب هجيت انا بدي اختبر الفانكشن. تمام؟ بدي اختبر الفانكشن هنا، يبقى هنا انه ستارت وذ سمول example بدنا نوجد المينيموم للفي تربيع. ايش الفي تربيع؟ كيف شكل الداله هذه؟ بهذا الشكل. تمام؟ هي فعليا داله قطع مكافئ، واقل نقطه انا عندي هنا عندي الزيرو فعليا. تمام؟ فهنا ايش اديته؟ gradient بتساوي لامدا في نقطتين اثنين ضرب الفي. يعني طبعا تفاضل الداله هذه، ايش هو تفاضل الداله هذه؟ 2 في، بنزل الاس انا عندي تحت هي 2 في. اللمدة مرت عليكم قبل هيك؟ بالضبط. تمام؟ انه هي بتاخذ الفي وايش بترجع؟ بترجع التفاضل اللي هو 2 في. طبعا يعني بترجع لي يعني انه انا يعني ببرر قيمه الفي وبترجع لي قيمه التفاضل. تمام؟ الستارت هنا بدينا عند 10 والليرنينج ريت انا عندي 0.2. لاحظ انه هنا جاب لي انه الجريدينت قديش؟ طبعا هنا باي ديفولت عدد الايتريشنز قديش؟ 50 ايتريشن. معنى ذلك انه هو بعد 50 ايتريشن، او اذا هو حقق الشرط انه كان انه الفرق اقل من التولرنس انه بتوقف، وصلنا لقديش؟ 2.2 ضرب 10 اس ماينس 6، وهذا مقدار ضئيل جدا يعني قريب جدا من الصفر. تمام؟ فبالتالي انت شوف لي النقاط تبعت او يعني مقدار تحرك الداله انا عندي في هذا الاتجاه، فهي اول قفزه، بعدين هي ثاني قفزه، هي ثالث قفزه، الرابع، الخامس، السادس. تمام؟ يبقى بعد 7 او 8 او حتى 10 اتريشن انت وصلت لنقطه انه قريبه جدا من الصفر. طيب هنا الليرنينج ريت قديش كان؟ 0.2. ايش بدنا نسوي فيه هنا الان؟ بدنا نزوده
ويصير انا عندي 0.8. بدنا نشوف التأثير قديش انا عندي اقل نقطة، او يعني انه الجريدينت وين وصل؟ وصل ماينس 4.7 في 10 اس ماينس 7، واللي هي برضو قيمة قريبة جدا من الصفر، قيمة قريبة جدا من الصفر. لكن شوف الامباكت، الامباكت يعني هنا صدفت انه اوكي وصل لاقل نقطة، لكن ممكن في بعض الاحيان ممكن يكون شكل الدالة بيختلف، وهذا بيخلي انه انت عندك انه انت تصير تعمل فلكشويت بين يعني طرفي الدالة، انه انت بتصير انه يعني القفزة تبعتك انه انت ممكن تروح بهذا الاتجاه وتروح بهذا الاتجاه، تعمل فلكشويت كتير، فبالتالي ممكن تكتر الخطوات انت عندك او ما تصلش للنقطة اللي فيها اقل ايرور. فلاحظ انت عندك كنا رايحين بهذا الاتجاه اللي فيه اقل انحدار، رحنا عملنا قفزة للطرف الثاني من المنحنى، للجهة الثانية من المنحنى. فعشان هيك هيو مختار هنا قيمة الليرنينج ريت كبيرة جدا، وشفت الأثر تبعه بهذا الشكل. تمام؟ فهنا بدنا نجرب ليرنينج ريت صغير، صغير جدا. لاحظ انه هنا خلص الخمسين اتريشن، لانه انا عندي في الدالة هنا انه باي ديفولت انه عدد الاتريشنز الماكسيموم اللي هو بده هنا 50. تمام، والتولرنس انا عندي 1 في 10 اس ماينس 6. انا متاكد انه التولرنس هنا انه لا ما وصلش للثريشولد هذا، انه هو انت عندك هنا ممكن تجيب ديفرنس اكثر، ولكن انه هو خلص عدد الايتريشن اللي عددها 50، فبالتالي انه هو خلص الايتريشنز ولكن ما وصل لاقل نقطه بسبب انه الليرنينج ريت ضئيل جدا جدا جدا. طيب قديش القيمه اللي وصلها؟ 6. هيا شايفين 6. هل 6 هي عندها قيمة الدالة أقل شيء؟ لا، أنا عندي قيمة الدالة أقل شيء بتكون عند الصفر. عشان هيك هنا بده يجرب إنه بـ different number of iterations ثبت الـ learning rate أنا عندي. تمام، جرب بعدد iterations مختلف عشان يشوف وين بيوصل. في أول محاولة قلنا إنه قديش عدد الـ iterations؟ 50. هنا قديش جرب؟ 100. وين وصل؟ 3 و6. هنا عدد الاتريشنز 1000. وين وصل؟ قرب من الصفر، قيمة ضئيلة جدا قريبة من الصفر. هنا 2000 اتريشن، قرب أكثر من الصفر. تمام، لسه القيمة موجبة، ما راحش في الاتجاه الثاني يعني. تمام، يعني بس هذه القيمة أنت عندك في 10 أس ماينس 5 برضو قيمة ضئيلة جدا، يعني انت عندك حط 5 صفار هنا، انت عندك هنا 3 صفار بعد الفاصلة، هنا انت عندك حط 5 صفار بعد الفاصلة، فبيطلع انت عندك قيمة ضئيلة جدا اقل من هذيك. فهنا يعني يبقى هنا في الامبلمنتيشن احنا شفنا اثر الليرنينج ريت، شفنا عدة ليرنينج ريت، وهنا شفنا انه عدد الاتريشنز، انه احنا نستخدم عدد اتريشنز مختلف وايش الاثر تبعها. تمام، وهذه الشغلات فعليا انت باراميترز انه انت بدك تحددها في النيورال نتورك، فانت لما تشوف الاثر تبعها بهذا الشكل بتكون انت فاهم وبتقدر انه انت تختارها بشكل صحيح افضل. تمام، طيب نشوف سيناريو انه انا بدي اعلق فيه باللوكال مينيما او عند السادل بوينت. ايش الدالة اللي ممكن تكون فيها هذا السيناريو؟ اللي هو في مرفوع على القوة 4 ماينس 5 في تربيع ماينس 3 في. تمام، الجلوبال هو بيحكي لي انه في الدالة هذه انه عند ال 1.7. تمام، واللوكال عند ال ماينس 1 و42. تمام، الجريديانت تبع هذا الفانكشن اللي هو التفاضل تبع هذه الدالة هو عبارة عن نزل الأس هنا ونقص من الأس 1 4 في 3
ماينس في ماينس 10 في ماينس 3 بهذا الشكل. فبالتالي هنا انه انا ايش مررتها؟ مررتها هنا عندي هنا في اللمدا بهذا الشكل، وبدي ابدا انا عندي عند الصفر ستارت عند الصفر، وبدي أب والليرنينج ريت انا بدي يكون انا عندي ماينس 0.2. قديش الجريدينت انا عندي، او عفوا قيمه الداله اللي توصلها بعد 50 iteration عند الماينس 1.42. واحنا حكينا هنا انه هذه عباره عن لوكال صح، فبالتالي انه بيكون ستاكت فعليا، انه هاي بيكون موجود هنا. احنا حكينا بدنا نبدا عند وين؟ الستارت عند وين؟ عند الصفر. هاي الصفر هو فعلا بدا هنا، بعدين وين قفز؟ قفز على هذه، تمام، هاي اول خطوه. وبعدين وين قفز؟ قفز على هذه. وبعدين وين قفز؟ قفز هنا. وبعدين ضلوا يعمل خطوات ضئيلة جدا. عفوا العكس، انت عندك هنا بعدين قفز، انت عندك هنا تمام، وبدأ انه هو يمشي لغاية انه صار ستك عندك عند اللوكال مينيمم، مع انه في عندك نقطة ادنى منها بس ما قدر انه هو يصل لها. ايش بدك تسأل؟ صحيح صحيح، لانه انت عندك حسب الشرط، في عندك شرط للتوليرانس. اذا كان انت عندك الفرق في التغير في مقدار الدالة أقل من التوليرانس، خلص ستوب، فبالتالي إنه حيتحقق الشرط هذا وحيعمل ستوب. إيش الحل؟ الحل إنه إحنا نقلل الليرنينج ريت. فلاحظ هنا إنه رجعنا شغلنا بنفس البراميترز تمام، بس هنا حطينا الليرنينج ريت 1 تمام. فبالتالي هنا لما كانت هناك القفزة كبيرة شوية نسبيا تمام، راح قفز وين؟ راح قفز ب هذا الاتجاه، وهذا يؤدي انه هو يقفز بهذا الاتجاه هنا. لكن هنا انه انت عندك اول نقطة انت بديت عندها هنا، بعدين هنا، بعدين هنا، وبعدين انه انت بديت تتذبذب هنا عند النقطة هذه لغاية لما وصلت عملت كونفيرجنس عند اقل قيمة، واللي هي زي ما حكينا قديش المفروض تكون عند 1.7. هيها عند 1.7. كيف؟ أجيت إذا أنت كنت استكت في اللوكال مينيمم، لما أنت تيجي تقيم أنت عندك الواي البريدكتد مع الواي ترو، هتلاقي انه انت في عندك ايرور عالي بالضبط. فانت ممكن انه انت تعيد تعمل رن للتجربه كمان مره بس بليرنينج ريت اقل شويه، يعني بهذا الشكل. انت بتسال ولا انه انت بتضل، يعني انه انت بدك تضلك تعمل تراي زي هيك؟ لا، في اسلوب تاني اسمه ليرنينج ريت دي كي. ايش الليرنينج ريت دي كي؟ انه انت بتبدا الليرنينج ريت القيمه تبعته عاليه، وبعد عده اتريشن بتروح بتنقصه. يعني انت عشان انه انت تصل بسرعه في الاول، انه انت بتخلي مثلا ليرنينج ريت مثلا 0.3 في الاول، بعد ما تخلص 10 اتريشن نقص لي الليرنينج ريت، حط لي اياه 0.1. هذه احد هذه الاساليب المستخدمه يعني للتخلص في هذا، يعني يعني انه احنا نحد من هذه المشكله. لكن قد يحصل انه انت خلاص الالجوريثم ستوب، بيقول لك خلاص انا هي ستوب هنا حسب شروط التوقف. احد شروط التوقف، ايش هي شروط التوقف؟ خلص عدد الاتريشنز المطلوبه منه، او انه الديفرنس ما فيش ديفرنس انه اقل من التوليرنس، فبالتالي انه ستوب. في هذه الحالة إذا كان الايرور
كبير جدا، معنى ذلك انه بيكون انه ستاكت في لوكال مينيمم، معنى ذلك انه انت بدك تعيد مره ثانيه، بدك تستخدم حتى لو كنت بتستخدم ليرنينج ريت ديكي، وارد جدا انه انت تكون يعني تعلق في اللوكال مينيمم. هجيت هنا احنا في الديب ليرنينج، هنا يعني انت في الديب ليرنينج، يعني مثلا على سبيل المثال في التنسور فلو، انت في عندك بعض الخوارزميات اللي انت ممكن تستخدمها زي الادم اوبتمايزر او اي اوبتمايزر، انه انت ممكن انه تستخدم، لاحظ انه هذا ار ام اس بروب، انه بيستخدم الروت مين سكويرد ايرور، يعني بمعنى انه هو بيحاول انه هو يقرر يقلل المين سكويرد ايرور. الادم اوبتمايزر انه مجرد انه هو على فكره انه قاعدين بيعدلوا على معادلات الايرور او اللوس فانكشن اللي هي بتكون انه هي معرفه، فبالتالي انه انت بتروح بتعرف الاوبتمايزر تبعك، بتدي له الليرنينج ريت وبتدي له المومنتم، بتدي له الفاريبل تبعك، وخلص بتبدا انه انت تعمل بيرفورم للاوبريشن انت عندك بهذا الشكل. فبيطلع انت عندك هنا انت اديت له داله الايرور، تمام، داله الايرور انت عندك يعني انه انت عندك على سبيل المثال، تخيل انه انت قاعد بتعمل اوتومايزيشن لانه واي بتساوي بي زيرو زائد بي واحد اكس واحد الى اخره، تمام. فانت بدك توجد انه هدول الكوفيشنتس بهذا الشكل، هدول الكوفيشنتس انت عندك بهذا الشكل. فانت بتدي له داله الكوست فانكشن، داله الكوست فانكشن انه انت عندك عباره عن انه الكوست هو عباره عن الايرور، فالايرور هنا انه بيساوي لامدا 2 زائد الفاريبل تربيع، فبالتالي انه هي داله الايرور تبعك، انه هو عباره عن انه انت بتزود 2 للفاريبل تربيع، ف يعني هذه الكوست فانكشن، تمام. هذه بس مجرد انه هي امثلة عشان انه انت تعرف عشان انت تشوف كيف انه الجريدينت انه هو بيتم استخدامه، لكن في الامثلة الواقعية هنا بدك تروح على التنسور فلو. في عندك هنا في learn عندك هنا على سبيل المثال إنه خلينا ناخذ الاستراكشر داتا على سبيل المثال، انت في عندك البيزك هنا، البيزك انه هو على سبيل المثال انه بدي لك هنا ريجريشن بروبلم بهذا الشكل، تمام، انه هنا بريدكت فيول افشنسي، يعني انت عندك شغله معروفه في السياره اللي هي الام بي جي اللي هو المايل بير جالون، انه انت قديش السياره هذه بتمشي مايل على الجالون الواحد. طبعا احنا عندنا النظام هنا انه هو بيقول لك انه قديش بتاخد لتر بال100 كيلو مثلا، او قديش بتمشي اللتر قديش بيمشيك كيلو،
تمام، اللتر قديش بيمشي لك كيلو. لكن هنا لا، هي بيحسبوها العكس، وهنا بيحسبوها برضو انه في لها حسبة بالعكس بالكيلومتر، يعني انه انت تيجي بتقول انه قديش بتمشي. بالضبط، تمام. فانت عندك هنا هاي تستورد الداتا سيت تبعتك بهذا الشكل، تمام. فايو عامل لك اياها هنا بالعربي، ايو مع انه يعني مختار انت عندك انجليز، بس مش عارف كيف اللي هو ترجمه يعني. تمام، هذا بس مجرد انه هو بيستكشف الداتا سيت، عملها نورماليزيشن، تمام. طيب هنا بنى ريجريشن موديل من متغير واحد اللي هو الهاوس باور موديل اللي هو تي اف كيراس سيكوينشال، تمام. هاوس باور نورماليزر، فهو ضاف طبقة هنا وضاف طبقة ثانية اللي هي الدنس لاير. فبالتالي الموديل انا عندي شكله زي هيك، مكون من طبقتين، الطبقة الاولى اللي هي عبارة عن النورماليزيشن تبع الهورس باور، والطبقة الثانية اللي هي عبارة عن الدنس، فيها بس باراميتر واحد لانه هو بده يعمل بريدكت للنمبر. فبالتالي التوتال نمبر اوف باراميترز انا عندي 5، والترينبل باراميتر انا عندي 2، والنون ترينبل باراميتر انا عندي 3، تمام. فحكيت هنا عامل بريدكت بشكل مباشر بس بدون ترين، معنى ذلك انه هو عامل بريدكت على الراندوم ويت انا عندي، تمام. فقديش انت عندك عمل يعني عمل بريدكشن، يعني طلع لك القيمة هذه في البريدكشن. طبعا هو عمل الشغلة هذه لأول 10 سجلات، فبالتالي طلع له انت عندك هنا 10 بريدكشن. كيف؟ صحيح. والغرض منها بس عشان تتأكد انه الموديل شغال انت عندك ولا لا، يعني انه انت عندك تركيب الطبقات على بعض بالانيشال ويت شغاله ولا مش شغاله. اعمل بريدكت بدون ترين، بعدين هو بده يعمل ترين. فهنا في الترين ايش بده يسوي؟ تمام، عمل هاوس باور موديل، عمل كومبايل للموديل، هنا ضاف له الاوبتمايزر. ايش هو كيف؟ يعني كمان مرة هنا عرف الهورس باور موديل انه تي اف كيراس سيكوينشال. سيكوينشال معنى ذلك انه انت عندك عدة طبقات سيكوينشالي كونكتد مع بعض. اول طبقة اللي هو الهورس باور نورماليزر اللي هو اصلا عملها نورماليزيشن قبل هيك، وانت عندك هنا الطبقة الاخيرة اللي هي دينس فيها نيورون واحد، هي يونت بتساوي واحد، معنى انت عندك انه نيورون واحد بيطلع الاوتبوت اللي هو قديش عدد المايلز اللي بتمشيها السيارة في الجالون الواحد، تمام. فهي الموديل سمري جاب لك اياه انه قديش انت عندك هي الطبقة الأولى وهي الطبقة الثانية، كم عدد النيورونز اللي موجودة فيها، تمام. بعدين هنا عمل بريدكت لأول سجلات انت عندك في الهورس باور، والغرض منها زي ما حكيت لك انه يشوف انه الكونكشنز تبعت اللاير تبعت الموديل شغالة ولا مش شغالة. هذا البريدكشن مش تمام لأنه بدون ما يتدرب الموديل على الراندوم ويتس بيطلع بريدكشن، انا بهمني انه هو بيطلع بريدكشن، هجيت بدنا ندربه عشان يطلع بريدكشن صح. فهنا طلع لي بريدكشنز بهذا الشكل، تمام. هاي 10 بريدكشنز لانه هنا 10. هجيت هنا بدك تعمل كومبايل للموديل، ايش بدك تديله؟ هذه الشغله حتتكرر انت عندك بشكل كتير كبير للنيورال نتورك موديل، انه انت ايش بدك تديله؟ الاوبتمايزر، صحيح. بالضبط، يعني هو وكأنه بده يقول لك اعطيني قديش هورس باور، بقول لك انه السياره قديش بتمشي مايل على الجالون الواحد. هو بس استخدم فاريبل واحد، طبعا في فاريبلز ثانيه، بس هو انه كيف ليش مش عملي؟ ايش قصدك في المثال العملي؟ لا لا، بيج داتا،
بيج داتا. داتا. هاي الداتا سيت الاصل تبعها من هنا. طبعا هذه الداتا سيت لسيارات قديمة شوي يعني. لا هذا هذا الرابط تبع شو اسمه اليو سي اي. انا بس بدي احاول اشوف السايز تبع الداتا سيت كيف شير لايش. ما هو انا مش مشغل النوت بوك، هذا عبارة عن شو اسمه هاي الداتا سيت الرابط تبعها هنا. فممكن ان احنا نشوف قديش كم سجل موجود عندنا. عندك حوالي 300، حوالي 400 سيارة. هذه بيانات ل 400 سيارة. فهنا نرجع للموضوع تبعنا، انه انت يعني انت بتحكي، انت بتسأل على الدالة اللي انت بدك تعطي له اياها. تمام، انت هنا في لما تيجي تعمل كومبايل للموديل بدك تدي له الاوبتمايزر، اللي هي واحد من الاوبتمايزر اللي احنا حكينا عنها، يا اما ادم او ممكن انت تشوف ايش الاوبتمايزر الموجوده انت عندك في تنسر فلو، تعمل عليها بحث زي هيك، فحيطلع لك كل الاوبتمايزرز الموجودين عندك. هيو في عندك ادا دلتا، في عندك ادا جراد، في عندك ادم ماكس، في عندك اف تي ار ال ان ادم اوبتمايزر ار اس ام بروب، وفي عندك الاس دي جي اللي هي الاستوكاستيك جريديانت ديسنت. تمام، وبعدين بدك تعطي له هنا اللوس. اللوس هو عبارة عن ايش؟ انه انت بدك تدي له اللوس فانكشن. اللوس فانكشن انت في عندك بعض الدوال المعرفة انه انت ممكن تستخدمها، هي هذه اللي هو بده يعملها تفاضل ويعملها كذا كذا كذا. فعشان هيك انت لما تستخدم المعرف عنده خلاص، فانت عندك هنا واحدة من المعرفة اللي هي المين ابسوليوت ايرور. ايش المين ابسوليوت ايرور؟ هو بالضبط هو عبارة عن يعني بياخذ الابسوليوت ايرور واي ماينس واي واي هات ماينس واي اللي هي البريدكتد. تمام، بتحط لها ابسوليوت وبتاخذ لها انت عندك المتوسط. هل جبت هذه الدالة هي اللي بده يعملها مينيمايز، هو اللي بده يحاول انه يوجد اقل مين ابسوليوت ايرور.
هذه هي الدالة اللي أنت بدك تعطي له إياها. إحنا كنا نعطي له يعني تفاضل الدالة بس عشان إحنا نفهم إنه كيف الجريدينت بيشتغل، وكيف إنه اتجاه إيش تأثير الليرنينج ريت وإيش تأثير الإتريشنز. لكن هنا يعني أنت هنا ممكن أجيب لك الليستة تبعت اللوسز اللي موجودة في التنسر فلو. بالضبط بالضبط، احنا كنا نستخدم دوال عادية بس عشان نشوف اشكال مختلفة من الدوال، انه فيها لوكال مينيما وجلوبال مينيما، ونشوف ايش الاثر تبعها. في انت عندك هنا في عندك الباينري كروس انتروبي، هذا عبارة عن لوس فانكشن، تمام. في عندك الكاتيجوريكال كروس انتروبي، في عندك كاتيجوريكال هنج، في عندك العديد من الدوال اللي موجودة، تمام. هذا البيزك كلاس تبعهم. في عندك المين ابسوليوت ايرور اللي هي مستخدمة هناك، وفي عندك المين ابسوليوت بيرسنت ايرور، تمام. هذا شرح لك انه كومبيوتس ذا مين اوف ذا absolute difference between the label and the prediction، وهنا compute the mean absolute percentage كنسبة مئوية between ال y true وال y predict، تمام. فأنت عندك هنا عدة دوال إنه أنت معرفها إنه نعم صحيح ممكن ممكن. حكيت هذا الكلام اذا انت يعني فعلا اذا انت فهمت الاساس الرياضي تبعه، ممكن انه انت تعرف اللوس فانكشن الخاصه فيك. وهذا الكلام انه في عندك وصفه في التنسور فلو، فهنا بتروح تكتب تنسور فلو ديفاين لوس فانكشن، هيو بجيب لك يعني هذا الكلام معروف جدا يعني. فهنا بقول لك عشان تتعمل implement للوس function، تمام، فبدك تعمل 1 2 3. انا بدي اجيب لك اياه من موقع تنسور فلو نفسه. في انت عندك هنا وصفات ثانيه موجوده مثلا بالضبط، تمام. فهنا هاي بورجي لك انه class mean squared error بيعمل بالضبط، يعني انه انا مقصد انه انت يعني انه انت يعني سؤالكم انه هذه الداله انا من وين بدي اجيبها، انت ممكن تستخدم واحده من الدوال المعرفه، او انه انت ممكن انه انت تعرف داله ايرور خاصه فيك بتكون مناسبه لبروبلم معينه. بقول لك عشان انت تعمل داله ايرور خاصه فيك، بتروح بتعرف الكلاس تبعها، وهنا زي ما انتم اخذتوا في الاوبجكت اورينتد في البايثون، انه انت هنا بتشتق من البيس كلاس تبع اللوس، اشتقيت من البيس انهيرتنس يعني انهيرتنس توريث من اللوس كلاس. فبالتالي انه انت في عندك فانكشن بتعملها هي اسمها كول، بتعملها اوفر رايد، تمام، وبدك انه انت تعرف يعني انت ايش بدك تسوي في الواي بريدكت والواي هنا مثلا على سبيل المثال. شوف المثال هذا يبدو انه هو استخدمه للديجيت ريكوجنيشن. هنا عمل سيلف نويز داتا سيت، شايف الدالة اللي معرفها الكاستم لوس، هاي معرف المعادلة تبعتها واي ترو ناقص واي بريدكت تربيع، وحاطط تحت الجذر على واي تربيع ترو ماينس 1. هاي عملها امبلمنت بهذا الشكل اللي هو كاستم اكيوريسي، تمام. هيو عمل انهيرتنس من اللوس، هاي الانت عمل اوفر رايد للانت، استدعى الانت تبع السوبر كلاس، لازم يعمل اوفر رايد لداله الكول، تمام، وبعمل امبلمنت لهذه الفانكشن، بعمل امبلمنت
يعني هو بيشوف انه الدوال البلت ان المستخدمه زي المين سكوير ايرور، بقول لك انا ما بدي الايرور انه انا اربعه وبعدين اخذ المتوسط، انا بهمني في البروبلم هذه مثلا على سبيل المثال بدي اشوف قديش. طبعا هنا ما عملش اشي لانه هو ربع وبعدين عمل الجذر، فهو زي كانه بده ياخذ كنسبه مئويه، يعني الواي ترو ناقص الواي بريدكت على الواي ترو، فبالتالي انه بده يشوف قديش مقدار انه ما انا عشان هيك ما هو في الاخير وكانه في الاخر انه ما عندش اشي، يعني منه ما عندش اشي، يعني انه انا بقصد انه الجذر والتربيع انه ما لهمش اثر، ما لهمش اثر غير انه تضييع الاشاره بس. لكن انت لو نظرت انه هذه كفاليو هي عباره عن حاصل الفرق بين الواي ترو والواي بريدكت على الواي ترو تربيع، وكانه انت قاعد بتقيس قديش الفرق كنسبة مئوية على الواي ترو، يعني ممكن كيف ممكن تطلع بالسالب إذا كان الواي ترو أقل؟ ماشي، ما هي حتتربع حيصير السالب. صحيح. صحيح صحيح مظبوط. انا فاكر انه انت بتقول انه يعني هنا بقول لك انه احد الفلسفات انه يعني ليش انه هو ممكن يعرف فانكشن بقول لك لوس فانكشن انه خاصه، ممكن يقول لك انه اللوس فانكشن هذه انه ممكن تكون اقل حساسيه للنويز داتا اللي موجوده، فانت في بعض الاحيان ممكن انه انت تقلل اثر شغله معينه اذا كانت انه بقول لك انه يعني الداتا هذه انه على سبيل المثال انه طبيعتها انه من ناسا على سبيل انه هي بيقترح هي المعادلات يا اما بتشتقها رياضيا يا اما انه يعني انه انت بتقترح بناء على فلسفة معينة، يعني زي ما انت شايف يعني. اوكي إيه. ضايل تقريبا 10 سلايدات خلصوهم نضلنا هذه الأحسن، ولا صار في عندكم اوفر فلو اوفر فيتنج؟ اوكي